بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو عن كانيزارو رياكشن واللي اكتشفه العالم ستانيسلو كانيزارو. يعتبر كانيزارو رياكشن سلف اوكسيديشن ريدكشن رياكشن بين تو ايدنتيكال الدهايد وذات الفا اتش. الاشهر في هذا التفاعل اننا بنستخدم بنزالدهايد مع بنزالدهايد او بنستخدم تو فورمالدهايد. اما لو استخدمنا بنزالدهايد مع فورمالدهايد فهنا هيسمى التفاعل بميكسد كانيزارو، ولكن احنا في الفيديو هنشرح كانيزارو بس. يبقى كانيزارو زي ما قلنا هو سيلف اوكسيديشن ريدكشن رياكشن بين تو ايدنتيكال الدهايد وذات الفا اتش انفولف فورميشن الكحول اند صوديوم كاربوكسيليك اسيد. وده شكل الجنرال ايكويشن بتاعه كانيزارو رياكشن. دلوقتي هنتكلم عن الميكانيزم involve the following steps، وهنبدأ الخطوات من الشمال. وبكده هتكون الخطوة الأولى معايا هي النيوكليوفيليك addition reaction، والنيوكليوفيل بتاعنا هو الكربوكسيل جروب. هتيجي مجموعة الكربوكسيل هتهجم على مجموعة الكربونايل، ودي أول خطوة على الشمال. أما المركب اللي في الوسط السالب على الأو هينزل، الهيدروجين اتحركت للمركب اللي جنبها، وهنا هنسمي الخطوة دي بهيدرايد شيفت. سي دبل بوند أو رفعنا السالب على الأو، وهنا هتكون تلات أسهم في المركب اللي في الوسط. أول سهم السالب نزل من الأو، الهيدروجين اتحركت للمركب اللي جنبها، وسهم السي دبل بوند أو رفعنا السالب على الأو. هنيجي دلوقتي للخطوة الأخيرة واللي بتسمى بالبروتون ترانسفير، ودي بيكون فيها مركبين. أول مركب هو الحمض الكربوكسيلي، والمركب التاني هو السي اللي عليها سالب اللي عندها اتنين هيدروجين. المركب اللي على اليمين هيسحب هيدروجين من الحمض الكربوكسيلي اللي جنبه علشان يطلع البرودكت النهائي ملح الحمض الكربوكسيلي والكحول.